السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ شلون طيبين؟ معكم عبد العزيز، رجعت لكم بالحلقه السادسه والاخيره من لعبات ايفل ويست. لا تقولوا لي بدي تضغطوا زر السبسكرايب، وشكرا جماعه تاخر دعمكم بالسلسله، الله يعطيكم العافيه. اتمنى جماعه تاخر توصلوا دعمكم بالسلسله اللي راح نسويها مستقبلا. خلونا نكمل، بسم الله. خلونا نكمل يا جماعه تاخر، اخر مره وقفنا هنا، عارف كيف بالكف ذا. خلونا نكمل الحلقة الماضية على نهايتها، جبنا المدفع الرشاش ذا، بس والله ما ادري ليش الذخيرة ما ترجع بسرعة، عارفين حتى مي قاعد تمشي، والله ما ادري، ممكن جليتش عشان شايف الذخيرة مليانة، والله ما ادري. المهم خلونا نكمل، خلونا نكمل يا جماعة الخير، اخر مرة وقفنا هنا احنا بالمهمة دي من الحلقة الماضية، فخلونا نكمل، خلونا نكمل وخلاص ننهي اللعبة، ان شاء الله بالحلقة دي راح ننهي اللعبة الجميلة دي. لعبة ممتعة صراحة، لعبة ممتعة. يعني إذا أحد قال لي عبد العزيز وصف لي اللعبة ذي، أقول له لعبة ممتعة، يعني مي لعبة قنبلة كذا، عرفت كيف؟ يعني ما تقارن بالألعاب الكبيرة، بس لعبة ممتعة صراحة. فخلوك كمل، خلوك كمل، في عندنا بعض الوحوش هنا. أوه عندنا بعض البشر هنا. يا حبيبي. اوكي اوكي هذول كذا النظام معاهم. حلو حلو، هذا الاول هنا، يعني البشر ما جاتهم مي صعبه، ونادرا صراحه ما تواجه البشر باللعبه دي. خلينا نستلمهم بالقوس، يعني من بدايه اللعبه صراحه قاعدين نواجههم. خلوني خلوني، اوكي كفو نهايته. من بداية اللعبة يا جماعة الخير قاعدين نواجههم اللي هم الوحوش، صراحة البشر نادرة ما تواجههم، ومواجهتهم أسهل صراحة، أكون صريح معاكم. كذا الحين جاب بعض الوحوش، نستلمهم كذا بالمدفع الرشاش. أوكي هذا خلدي من القنابل، حلو حلو، لصقت فيه أبشركم راح يموت. حلو حلو تفجر، أوكي. هذا خلدي بقذف اللهب. رهيب قذف اللاب صراحة، ساعدنا بشكل كبير. اثنين وكذا دوبو جاي ذا، بس بلاي ثواني، في واحد لازم يموت. اوكي اوكي خل ودي كذا، حلو حلو نهايته. والله ما راح الحال. قل بس انهي ذا بعدين خلاص افضل للاخير. طيب والله استلموني والله. حلو حلو باقي لي بس العبيط اللي ما ادري فينه. سلام انا مستريك تجي. خذ لك من القنابل كذا، يا سلام. حلو حلو والله القنابل سوت ضرر كبير ما شاء الله. خلوك كمل، يقول لي فايند شستر مورغان كارج اظن ضاع، يعني شيء زي كذا اظن، ما ادري والله ما ادري. بس خلوك كمل، هذا ادجر خوينا ادجر يا جماعه الخير اللي بدايه اللعبه كان معنا. What a waste of perfectly good explosives. Next time you go and die like that, you better stay dead. Noted. Damn you, Jess. Your horseplay's gonna get me killed one day. Since you hauled your ass all the way down here, how about you make yourself useful? Okay.
خلينا نشوف ايش عندنا هنا. واضح لازم اجي هنا. اوكي اوكي سنيك اند ديسترويد. اوكي هذا لازم ندمرها اثنين. شايفين ذا وذا. سوينا الشيء ذا قبل كذا. فكري زي النظام بلعبة دبل ماي كراي فكري. يعني في اشياء كذا لازم تحطمها زي الروح الشريرة. في حتى لازم نسوي نفس الشيء. بس ما ادري ليش ابغى اجي هنا. ليش ابغى اجي هنا؟ ولازم تفتح البوابة دي بالبداية عشان تقدر تدخل هنا وتدمر الجزء الاول من ال والله ما ادري. خلينا نقول الروح الشريرة ذي. خلونا بالبداية ناخذها حبة حبة. السلك ذا يا جماعة الخير لازم ندور فين؟ مصدر السلك ذا. اعتقد فوق بس هو كيف تطلع فوق؟ والله ما ادري كيف تطلع فوق. واضح لازم اوصل هنا بس ادري انا جيت هنا. والله اللعبة تقول لي ما بدك تطلع هنا بس انا جيت هنا. ليش ابغى انزل هنا انا؟ والله ما ادري. والله ما ادري صراحة يا اخوان. يعني هو واضح لازم اطلع فوق بس. ما ادري كيف تطلع فوق. كله ذا بس عشان بعدين بنان يجي هنا اظن. والله كلها يعني عارفين كيف. خلونا نقول السلك ذا. السلك ذا كلها تودي على هنا. يعني لازم اطلع هنا. بس كيف اطلع هنا؟ من هنا اوكي. والله يا جماعة الخير اني ما استبل لانه اكبر عدو لي بالالعاب كلها الطريق. والله دائما ما اعرف مثلا الطريق. عارفين؟ يعني مو دائما ما اعرف يعني عارفين يعني مو لدرجة اني مرة جاي بالعيد. يعني اعرف الطريق بس يعني في مرات كثير صراحة ما اعرف. حلو حلو هذه الأولى. باقي لنا الثانية. شايفين؟ دمرنا الأولى باقي لنا الثانية. الثانية عشان ندمرها كان لازم ايه؟ بوابة نفتحها. قال لي عقلي والله ما بدك تمشي من هنا بس. ما مدك تمشي من هنا. اها اوكي يا جماعة الخير هنا الحل. هنا الحل لازم اطلق عليها هذي. فإذا طلقت عليها راح افتح البوابة. وإذا فتحت البوابة مداني ادمر المصدر حق القوى الشريرة خلونا نقول. حلو فتحنا البوابة. بس السؤال هو انا كيف اروح للبوابة؟ انا كيف اروح للبوابة؟ اعتقد بما اني فتحته ممكن دحين مثلا اتسلق او ارمي حبل. اوكي كذا بس. اما ما جبت هذي يعني انا قاصد اجيبها من المرة الثالثة. حلو حلو حكل عليها حطم هذي. خلينا نقول القوة الشريرة. والله ما ادري ايش اقول لها. جليمور مكتوب. والله ما ادري ايش معناتها. يقول لازم تحطمها. انا والله يذكروني بديفل ماي كراي لما كان في زي كذا اظن. Go to Chester Safe House. ما أدري من شستر ده. اسمه شستر مورغان. ممكن أخو آرثر مورغان صراحة ماني متأكد. معليش يا جماعة الخير على السماجة والله. والله كان نفسي حتى الحقل ده ينحرق.
كان حيكون شيء اسطوري والله. حلو حلو خلكم زي ما انتم كذا. ابلع البخيس. حلو حلو نعتهم. اعتقد هذاك هو الهاوس اللي يقول لازم تروح له. اوه اوه الاشياء ذي كم واحد؟ اوكي اوكي حلو حلو خلصت بالبداية ذا. فعلت القدرة دي. ما مت لسه انت. اوكي ودي بالقنابل. القنابل اكيد راح تلهي. اوكي كافو نهايته. لا والله لسه ما مات والله. والمفروض انه يموت بس لكن والله ما ادري ليه. وذا ما ادري ايش قاعد يلف فيه اقسم بالله. والله مرة مو عاجبني الوضع. صدقوني انا مصمم لازم يموت ده. اوكي نهايته ابشركم. حلو حلو. اوكي الحين باقي العبيد ذا. القبلة تجي فيك. والله ما ادري جات فيه ولا لا. نقول ان شاء الله جات في القنبلة. يا حبيبي والله متعافي ذا. والله ما ادري ليش يا جماعة الخير هذا مرة شد حيله. بس ابشركم قريب يموت. تجي في من هنا. والله افتكر قويت فعلت مهارة. فعلت مهارة يا جماعة الخير تخلي قاذف اللهب يوصل مسافات بعيدة. والله ما ادري فعلتها ما ادري شفتها. انا متأكد صراحة. يا سلام. اوكي سنوبر كبير كفو. حلو حلو. انتر ذا سيف هاوس. خلاص الحين كل عليه ادخل المنزل الامن. المنزل الامن يا جماعة الخير. Chester, force of habit. What did you want to tell us? I assume you know about the bats carrying the blood of the ancient beasts. Yeah. Like the leeches weren't enough. We need a where, Chester. After Tabano's demise, Andalusia invested in a forlorn train manufacturer, Persephone, located in a secluded area in the middle of nowhere. Perfect breeding grounds for her fluffy little biological bombs. She wants to use those trains to infect the whole country. And she's just rich enough to pull it off. All the money transfers, they come from a banking car mine. That's her headquarters. But my sources tell me she's using those resources to set up her endgame. Which is? Destabilization. Chaos. She's headed for DC. The capital. Jesus, that little brat is ambitious. For a street rat. Tabano picked her ass up out of the gutter, gave her a new name and a new cause, and now she thinks she's queen shit. She's building a fucking army.
Why do you even care, Chester? War is good for business, ain't it? She's gone plumb crazy. Making it that much harder for all us simple sanguisuge folk. Turning all those blood bags. Pulling that stunt on your father. Oh, don't you worry about my father, Chess. Loque de la vida. You want some? You what? Please tell me you didn't use the orchid. It doesn't cure a damn thing. It may keep it down for a little, but it always comes back with a vengeance. Bullshit. I saw it with my own eyes. It works. You saw what you wanted to see. But it's gonna happen. All it takes is a drop of blood. كذا واضح راح نروح منطقة جديدة. صراحة اللعبة حلوة بس يعني ليتها كانت مترجمة صراحة. يعني للأسف صراحة ليست مترجمة. Fuck. Bloom. Hey, Bloom. Tell us what happened, son. You know they were working together to direct Arinia and the blood, the blood with the blood was everywhere. Amelia. I couldn't do anything. And I just... You should have seen how his eyes lit up. Like he finally had someone that spoke his language. And for that person to be William Rentier, I mean, that meant the world to him. It's all my fault. I had no proof that the compound worked. And we made some progress and your father felt better, but I gave in to the idea of accomplishment. I wanted it to work. We all did. But I should have known better. And it's my area of expertise. You sure you're up for this? I've been hunting ticks since I was 10. I can track a newborn. That's not what I meant. I've dragged too many people into this already. He's dead. It's time I accept that before anyone else gets hurt. Where do you want to start? Persephone. Chester said that's where they're breeding the bats. He's there. I'll let you know when it's done. ذكروا لي ببداية اللعبة صراحة تقريبا نفس الأجواء اللي ببداية اللعبة. خلونا نطلق يا جماعة، خلونا نطلق المهمة حقتنا. يقول لي you have enough bucks. خلينا نشوف كم معي. أوه في مهارة قلت أبغى أجيبها. أي والله هذه الشيء المهارة هذه. أيوه هذه اللي أبغى أجيبها بس لسه 9400. والله ما أدري متى قلت لكم بجيب الحلقة دي أو الحلقة الماضية. المهم المارة دي يا جماعة تقرا اعتمدت ان ابغى اجيبها، ما بقي كثير واجيبها تقريبا 1000 باقي لي واجيبها. مرة رهيب على القوس انا استخدمه بشكل كبير فاكيد راح تظبطه. بس خلينا نشوف ايش المهارة دي. ولا ب 9000 ولا لا، شوفوا كيف رهيبة والله، وكأنه يعالج نفسه كمان لما يطلق. بس والله ما ادري الذخيرة حقتها ما تفعل الرشاش تطول تطول لما ترجع. واضح راح نواجه وحوش. ها اوكي، خدي من القنابل، خدي من القنابل. حلو، جات في القنابل. والله المهارة ذيك لو جبتها حتساعدني بشكل كبير والله. حقة الأسهم
الملتصقة يا جماعة الخير اكيد راح تساعدني. تعالي كذا. اوه شايل اثنين انا والله كفو. انا هذه مرة فتحت ليش ما تجيب اثنين. حلو حلو. كم بيصير دفعة جديدة. يا سلام على مستوى 16 كفو والله. يا الوجاعة سنق لعبد العزيز يعني اشترك على مستوى 16 والله صراحة فتيتها من عندي اكون صريح معاكم بل عشان قاعد طالع هنا اخر مهارات كان مكتوب انه مستوى 16 عارفين المهارات اللي هنا بس خلينا نشوف المهارة دي على السريع. ها اوكي خلينا نشوف المهارة دي. القسم ده صراحة افضل قسم عندي. فخلونا نفتح القسم ده وخلوني يا جماعة الخير أجي وأفتح المهارة اللي أقول لكم عليها هذه هي. شوف كيف الأسهم صارت كهربائية ذحين. أعتقد الذخيرة صارت أطول إلا والله واضح صارت أطول. أعتقد صارت ذحين 13 طلقة. الحلقة الماضية وصلتها 12 الذخيرة. الحلقة ذي أتوقع 14 أو 13 وصلتها الذخيرة. يقول لي ريتش ذا بيلدينج يعني في مبنى لازم نوصل له. أوه ما بدك ترجع معناته من هنا الطريق. بس مدري ماني شايف اي طريق. من هنا من هنا تأكد. اوكي من هنا تطلع على فوق. شوف في سلك هنا اصفر. والله ما ادري ايش استفدت بما اني طلعت هنا. ما داني انزل هنا بس اذا نزلت هنا ما ادري ما راح استفد شيء. عادي بدك تدفها. اوكي عشان تقدر تعدي تعرفون النقزة البسيطة دي ما يقدر ينقزها. والله يعني زرع من الاشياء الغريبة باللعبة دي بعض الاحيان والله نقزة خفيفة كي يرجع له خطوتين على ورا وينقزها. نقزة بخطوة يا راجل ولا انت خلاص يعني مسويها. والله ضحكني زرع لما يسوي بعض الاحيان. الحين خلنا نشغل ايوه الطاقة كذا ونشوف ايش راح يصير. بينجو اوكي خلنا نشوف. حركنا حلو القطار ده تحت الحين كل عليه روح السيدة. بس خلنا نشوف هنا ايش فيه. الطريق من هنا من هنا. هذا والله ما اعتقد اني سويت له اي ضرر. ايوه خلاص تعال خلونا نروح السيدة. حلو حلو خلاص السيدة من هنا. ولازم نزل له. كافي الضرر. خذ لك من القنابل كذا. يا سلام نزل يا بطل. وديه الله الله. يا الله كفو حرقناه. انت مسوي شيء. حلو حلو ابشركم نهايته. اوه هذا انا اكرهه والله. عشان على فكرة مع الدرع ومو سهل تصيده. خدي كذا ولو ذا جاء كمان عارفين هذا ذا كان مزعج والله.
حلو حلو بدي من القنابل. يا سلام كافو يا جماعة تخر استلمته. اوكي اوكي انزل لك كذا. والله كفو بنهي. اعتقد لما استخدمت معاه اللي هو ال في المدفع الرشاش سوى ضرر كبير عشان كانت صحته تقريبا كامله. اي الله شفت الصحه الاخير. يلا او من هنا. اوكي شكرا والله. طيب يا جماعة تخر رجعت من جديد الحمد لله واستلمته وخلص نهايته. شفت طريقة شف في سيدة في من هنا ممكن بعض النقود لا أكثر ولا أقل. أها صندوق خلونا ناخده. قلنا نكمل يا جماعة الخير. خلونا ناخذ النقود اللي هنا. هذه تجي من ورا. اوكي اها طريق من هنا. حلو حلو ناقز النقزة الصعبة ذي اصلي عليه. اوكي خلو نكمل علينا واضح الطريق من هنا. ما اعتقد انك تطرق عليه من هنا. عارفين الصناديق المتفجرة ذي. اوكي اوكي طريقة من هنا بس خلونا ناخذ النقود اللي هنا. تخيلوا اللي قاعد يتكلم هذا ويليام. ويليام يصير ابوه ابو جيسي اللي قاعد نلعب فيه. ما ادري ممكن تحول الشرير شيء زي كذا. اعتقد راح نواجهه. خلينا نشوف القدره الجديده اللي جبناها. حلو للقنابل ابشركم. وريني كذا. اوه اوه والله لازم تجي يمين بالله رهيبه. بعدين يبيع ذي. والله رهيب عجبت هذه. هذه ما شفتها. وتصير ثلاثة. والله كفو. والله لو علي اجيب هذه وذي. هذه وذي لو علي اجيب. كم 7600 ان شاء الله مدانا باذن الله. رهيبة والله. والله نفسي نجيبها قبل ما نختم اللعبة. حقة العاصفة ذي عارفين حقة القنابل. واضح في حفلة كبيرة هنا كافو. حلو حلو جت فيهم. اترك من القنابل يا بطل. اي من اللي قاعد يلف الاشياء ذي. اوكي حستلمه ذا حستلمه ما عليكم عندي. لا بس خلونا ننهي ده. يا سلام اوكي. هذا اللي سوى الشيء ذا الوحش يا جماعة الخير اللي فوق ما عليكم راح استلمه وانهيه. بس بالبداية خلوني اقتل ده. اوكي يا بطل ما بقطع كذا بقت تموت. اوكي مات الحمد لله. حلو حلو ان شاء الله الحقوه. اوكي فلت الله يوفقه. يا سلام صدقوا اذا راح انهي. والله لسه كان عبالي راح ننهي بس حرقناه كفو. عين اكيد ان شاء الله راح انهي. انهي حلو حلو نهايته. لا والله مستوى 17 والله
كان على مستوى 16 اعلى مستوى. لا والله 17 والله ما ادري اجلك خلاص والله ما ادري صراحه كم اعلى مستوى. 4000 خساره كان نفسي اجيب المرضي والله. جماعه اخر كابل هذا اعلى مستوى بس لا والله مو اعلى مستوى. كابل 16 اعلى مستوى بس مو اعلى مستوى هذا. ليش ذا؟ خلي شو الصح تزيد مع الوقت. اي ما ادري اجيبها والله ما احس انها راح تساعدني بشكل كبير. خلوني اجيبها. مدري لي احس لو مداكم تكلمون راح تقولوا يا عبد العزيز جيبها جيبها. فخلوني اجيبها. دحين السؤال هو يا جماعة اخر الطريق من فين؟ اعتقد في شيء لازم اطلق عليه. والله هو واضح ما دك تيجي هنا. بس كيف تيجي هنا؟ من تحت؟ مدك من تحت؟ والله مفروض ما دام من تحت بس ما ادري ليه ما يبغى. هل علاقة بدي ما عليكم ما تسوي شيء؟ اها من هنا؟ حلو حلو فايند ويليام. اوكي ويليام هذا يصير ابوه. بس ابغى اتاكد. اوكي ما في شيء هنا. عشان والله بحاول اجيب المهارة حقت القنابل اللي تسوي زي العاصفة. بحاول اجيبها قبل ما اختم اللعبة. فعارفين والله اللعبة لتها مترجمة صراحة بس للأسف. اتوقع قدام راح نزل لها ترجمة يعني ما شاء الله في دائما بعض يعني الناس المبدعة تسوي ترجمة من نفسها ما شاء الله تبارك الله فيترجموا اللعبة. والله يا جماعة تأخر أنا حاولت أترجم صار يعني بعض الألعاب من نفسي 2000 حلقاتي. والله كنت صراح معاكم شغل طويل والله. والله شيء مو سهل أعترف حاسس فيهم أنا يعني شيء والله مو سهل ما شاء الله عليهم. والله يعطيهم العافية. فأتوقع هذه من الألعاب اللي ممكن راح يعني الناس المبدع يسوي لها ترجمة من نفسهم يعني مو من الاستديو. عارفين في لعبة اسمها دايمير 1998 لعبة تشبه رزندي في المدري والله تعرفوها ولا لا. اللعبة دي تخيلوا ليست مترجمة يعني من الشركة نفسها بس لكن ما شاء الله في شخص سوى لها ترجمة والترجمة حقته تواصلوا مع المطورين حقين اللعبة ونزلوها بشكل رسمي سووا تحديث رسمي لعيونه. عارفين كيف؟ ونزلت مترجمة يعني اللعبة دي حلو تشتريها من ستيم. لعبة اسمها دايمير يا جماعة الخير 1998 لعبة كانت تشبه لعبة رزندي في. تخيلوا نزل لها ترجمة فضل ما شاء الله يعني فضل الله ثم فضل الولد ذا ما شاء الله اللي سوى لها ترجمة الله يعطي العافية. فبشكل رسمي نزلوها مرة شيء حلو والله. مؤخرا لعب دارك سول 1 مترجمة ما شاء الله يعني فريق عربي سوى الترجمة ما شاء الله تبارك الله. ترجمة كانت اسطورية والله. اوكي واضح دحين من هنا. خلنا اروح من هنا. وليش ابغى اروح من هنا؟ ايوه هنا في بعض النقود خلونا نروح ناخذها. عجبني الصراحة انه بس تمشي وخلاص هو ياخذ النقود. احنا مو لازم ندق شيء. كم معايا بالله بس لا والله لسه. باقي لي 2000 تقريبا. هذا مفعل ذا. شايف لون اخضر يعني معناته مفعل ممكن. اوكي. اوكي
اوكي لازم نغير المسار. اكيد اكيد ما راح يكون شيء سهل. هذا ايش ابغى احرك انا؟ اعتقد ابغى احرك على قدام مو على ورا. بس مو ابغى احرك هذه بالبداية الا اللي صدقوني. يعني انا من قبل ما يوروني التأليف اللي هنا انا عارفه. عارف كيف؟ خلاص اختصر على نفسي كل شيء. بسم الله. هذا ده والله ماني شايف شيء. ثواني بالله يا جماعة تأخرت منه تعذروني. ايوه خلاص سيبه هنا. بالله ثواني يا جماعة تأخرت منه تعذروني. ايش قاعد يصير؟ ايش الجلتش ذا؟ اوكي ممكن تفلت. اوكي بيكس يفلت. هذاك تطلع هذه حبلها بس بعرف. اها لازم تلصقها بالضبط. طب من الجهة الثانية؟ ايوه من الجهة الثانية. ايوه يعني يا جماعة غير عارفين يعني من الاشياء البسيطة باللعبة. عشان كذا اقول لكم مو ذيك اللعبة القنبلة. بس صدقوا هي لعبة حلوة ممتعة صراحة. يعني والله السابق وقلت لكم ارجع اقول لكم يعني دحت سنق عبد العزيز هل اللعبة تستاهل الواحد يشتريها؟ والله الان لا عشان شفت سعرها تقريبا نفس سعر الالعاب الكبيرة. نفس سعر حسب المثال لعبة جود اوف وور. نفس سعر ذا كولستو بروتوكول 2000. ففي العاب احلى بنفس السعر. انا ليه ما مدى نسوي شيء هنا؟ المفروض انه مداك. خلوني بالبدايه اروح. لازم تمدها بالطاقه. اوكي قولوا لي من اول. لا 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 هذا الجهاز اكرهه والله. هذا يشيل لي كل المهارات. ما ادري ليه ما مدك تسوي شيء هنا. بليه خلوني اروح الجهه الثانيه واشوف. يعني هو بعض المحولات ذي يعني حقت الكهرباء لازم بالبداية اشحن نفسي. انا عارف كيف يعني هو عنده زي القدرة كذا الخارقة يقدر يشحن نفسه بالكهرباء وخلاص ومدها بالطاقة. كهرباء لازم زي كذا بس والله ما ادري. يعني خلوني اجي هنا اشوف ايش مداني اسوي. او لازم تنزل من هنا. اوكي هل كذا خلاص صلحنا الطريق؟ انا ايش ابغى شغل ذا؟ حلو حلو هذا نص الحل زي ما تقولوا. بس هذا ايش ابغى احركها انا؟ يقول لي ما بدك تحركها. قول لازم اجي هنا. انا جيت هنا. اوكي هنا عشان اوصل هنا ادف العربه ذي واطلع هنا. بس والله ما ادري ايش يبغون نروح هناك. يعني خلاص كل عليه اروح المحول الثاني وش اسمه فعل وخلاص. اي خلونا بالبدايه نحن ندف ذي. ابغى اشوف حركة. متى نرجع؟ اها ما بدك ترجع. بدك والله يا جماعة آخر ما ضمن. أنا كيف جيت هنا أصلا؟ لا والله ما بدك ترجع وما بدري يدف شيء لين هنا. فواضح إيش لازم أروح الجهة الثانية وأجي زي كذا وأوصل هناك. أتوقع أتوقع إنه الحل زي كذا. فخلوني دحين أروح لهنا. حلو حلو 370 أخذها ليش ما أخذها؟ وواضح بس كل عليه أوصل المحول ذا. هنا كان في بعض النقود. اذا ننزل هنا. لا والله هنا ما بدك تنزل. اجل كيف توصل هنا؟ كيف توصل هنا؟ والله ما ادري. واضح هنا بس الصندوق. من هنا ما ذاك يعني شايف سله. والله ما ادري يا جماعه الخير.
تدري اجل انا اللي ادري صدقوا راح ادري ما عليكم بس ايش خلوني افتش واشوف خلوني اشوف ترديت هذه هنا ايش راح استفيد انا ترديت هذه هنا ايش راح استفيد حلو حلو تد اوكي كفو من هنا الطريق الاساسي خلونا الحين نروح للمحول الثاني وشغله ونشوف خلاص اعتقد المسار راح نصلحه وريني كده حلو حلو من هنا خلاص كده سوينا المطلوب اها اوكي من هنا خلاص نسوي المطلوب اوكي فايند ويليام اوكي اللي هو ابوه ويليام رينتر اسمه يصير ابوه ذا هو اسمه جيسي رينتر وابوه اسمه ويليام رينتر اها والله صدته على طول بس لساته متعاوف في ذا اللي اكرهه والله يا بطل ممكن تنزل لي يا حبيبي المدرع جاء كملت والله اوكي اوكي انذنا هذا صدقوني خلاص معي قنبلة والله لو تيجي فيها حيكون شيء اسطوري او بيموت فينو اوكي بيموت والله الله حق العس حق شبكة العنكبوت ذا والله استلمني والله حجيكم كلكم بس خلوني خلوني انزله كذا كان نفسي والله ما استخدم مع المهارة دي بس ايش نسوي حلو حلو الحين خلوني نرمي على ذا القنبلة كذا يا سلام اوكي كيف جت فيه يلا طيف وجو انفجروا ومتحمسين كمان اوكي ما مت انت استغفر الله المفروض انك تموت يعني الله ياخذك ما يبغى يموت اوكي مات ابشركم مات الحمد لله وجاب لي دفعة جديدة لا والله جاب لي دفعة جديدة اجي اسوي كذا حلو حلو جت فيهم الاثنين مين اللي بيموت هذا قريب يموت خلي استلمه يا سلام بقيت ثاني بس لا جو اللي انفجروه انفجر عندي ادخل دي من القنابل اكيد راح يموت دحين مسألة وقت راح يموت او خلونا ننهي يعني صراحة شفت بالتعليقات يا جماعة الخير يعني في كثيرين يشبه اللعبة دي يعرف كيف بلعبة معينة والله انا اشبهها لعبة اسمها ريمينت فروم ذا اش لعبة اسمها ريمينت فروم ذا اش نزلت عام 2019 اذا ما خانتني الذاكرة او 18 اللعبة كانت حلوة والله بس ما ادري يعني ما والله كانت حلوة بس يعني ما ادري يعني حسيتها يعني ما
الناس كثير يمكن ما يعرفوها، يعني ممكن لعبة لما أعلنوا عنها وكذا، يعني ما أعلنوا بما فيه الكفاية. لعبة كانت حلوة والله، هي تقريبا كانت يعني نظامها زي ألعاب السولز بس ركب مسدسات حلوة. وشفت بحفلة الألعاب جيم اوف ذا يير الأخير ده بيسووا منها جزء ثاني، انبسطت صراحة مرة، لعبة ممتعة. فاللعبة دي طريقة اللعب فيها يشبه لعبة اسمها ريمت فروم ذا اش، كان عندها زي القوة الشريرة دي لازم نحطمها. عبكة بس والله ما ادري من فين مصدرها، من هنا المفروض مدلل نطلع منها، بس والله ما ادري ليه يعني ما يبغى. وكيف اوصل هنا من فوق؟ تيجي تنزل زي كذا. اوكي فواضح بالبداية لازم نطلع على فوق. ايش عندنا هنا؟ اوكي هنا ما في شيء. انا بدي اروح سيده بس خلينا نشوف ممكن في بعض النقود. ايش ابغى انزل هنا انا؟ والله ما ادري. انا قد جيت هنا؟ اعتقد جيت. خلوني يا جماعة الخير شو اسمه، خلنا نروح من هنا. بدك تنقز من هنا؟ لا والله ما مدى. ما في طريق من هنا، من هنا ما يجيب النقزة ذي، اعرفه ما يجيب، هو المفروض يجيبه بس ما مدى. بس مدك بالسلم كيف كذا؟ والله مرة حيرولي صراحة. خلوني بالاخذها حبة حبة، خلوني بالبداية انزل من هنا. من هنا ما اعتقد ابغى اطلع، خلوني اطلع من هنا. ايوه من هنا ابغى اطلع، اعتقد خلاص امشي سيده بس. والله شوف اشياء طيبة تحت، بس كيف توصل تحت؟ خلوني بالبداية انزل هنا واشوف المطلوب المهم يعني شو هو. والله كان في اشياء طيبة ورا، فخلاص خلو نكمل. كم معاي انا؟ 5000 والله قريب اجيب المهارة دي جد. ست بسبعة، هي نعمل بستة. ان شاء الله راح نلاقي لنا على فكرة في صندوق فيه 1000 من النقود. خشوف هنا ايش فيه. معقولة هنا ما في شيء؟ بالله مو المفروض يكون في شيء هنا، والله ما ادري. هنا عاد اكيد في شيء. حلو حلو 163. اوه كان قاعد يقول رسالة الولد وجيسي اللي قاعد نلعب فيه، بس والله خسارة صدق لو كاتب ترجمة كان ممكن خليتها. اوكي خلاص كمل دحين على هنا. واضح قربنا منه ويليام ده، اعتقد ممكن اخر زعيم باللعبه. اوكي واضح مع ذال. خلو كل السلم ده على فوق من هنا. ايوه بس ايش فيه؟ ما في شيء هنا. اها هذا هو.
والده على فكرة اسمه ويليام. اعتقد راح نواجه والله ما ادري. Listen to their song, son. This is the final frontier. A final choice. Forget gauntlets and cheap electrical tricks. All that truly stands between us and godhood is a drop of blood. Is that the same choice you gave to Virgil? Virgil didn't matter. He had no place in the future. Think of what you could achieve with the power we've been handed. You are worth more than any of them. I cannot apologize for progress. You adapt, or you die. I've heard those words before. She's in your head. Enough of your petulance. I am your father. If you will come willingly, I will make you. كلا بنواجهه ان شاء الله. لو حلث بار طويل عارفين، صحة طويلة كذا عارفين، يكون قتال زعيم قتال زعيم ان شاء الله. متحمس والله. الا والله حلو حلو الضرة. الله 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 ونحرقه كذا. حلو حلو قطف اللافت بسوي برا. طيب ويلك والله سريع يا سربخك زي ما انت كذا. فينو ذا؟ ايه كيف فيني ذي؟ تبي تبجيك جري. حلو يا رب تجيب فيك. حلو جالس في القبلة. يا سلام الضرر والله. دي ما ادري كيف تتجنبها بس واضح بالدرع. اوكي اوكي الدرع 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 درع والله طيف. والله ما كان في وقت اسوي شيء حتى. ها اوكي نفس الثاني دحين يعني والله ما جت نص الصحة حقتك يعني. يعني النظام بالالعاب دائما الزعيم يعني اذا بيألف شيء جديد لازم نص الصحة حقته تنقص. انا شافك لسه متعافي والله. حلو حلو جنبتها. اوكي اوكي كفو مبدع بالقتال صراحة. ورحت لها. اوكي شكرا عبد العزيز. بسوي شيء يا سلام. حلو حلو قربتوه. منقذف اللهب. الله الله. اي كيف كذا؟ روح اطلب الدقية. والله ما ادري فين. اوكي هذا هو. تبت 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 حب يجي يمين بالله يا جماعة الخير. ما ادري فين. اوه اوه يا سلام جت فيه. ابشركم رمت القنبل عليه. لا تشوفوا ضرر الطيب. اها بس الثالث الله يستر منه. فلوه والله ما اعتقد مدري يطلي. كل اللي عليه اتوقع لازم اتجنب ضرباته. خلنا نروح بسرعه.
اوه والله ما ادري ايش بيالف ذحين. والله بسرعه والله قاعد يالف حركه رهيبه اكون صريح معاكم. تبي تبع لك عليه؟ كفيرو والله ما ادري كم طاح دوبه. اوه فيلي ذي يا سلام انزل ليه. والله ما ادري اذا القنبله جت فيه ولا لا. لك على مين انا؟ والله قاعد يظبط التظبيط اللي هو مع الشكت. حلو حلو والله قتال رهيب ان شاء الله راح نقدر عليه. كيف قدرنا عليه؟ Before she reaches DC. I taught you well after all. You just pray it was enough. What's it say, Mr. Gravener? William Rentier is dead, kid. Jesse needs us in Carmine. Looks like we're robbing a bank. Fire up the airship, Bloom. Well, technically, sir, it's a lighter than air vessel that... Wait, what about Mr. Harrow? Won't he be upset that we've stolen his government-issued vehicle? Harrow can suck my... fat dick? Yeah, exactly, kid. اوكي get into the pink. هلا نروح ندخل البنك يا جماعة الخير. والله قتل دوبه كان رهيب مرة كان رهيب والله. او ذاك لازم يموت ذاك. كيف مو قاعد يجيك شيء غريب والله. انا هنا بس والله ما ادري كيف توصل هنا. لسه متعافي. اوكي كذا طيب يا بطل. حلو حلو انه هنا. ها الطريق من هنا.
على فكرة والله الزعيم اللي دوبه كان رهيب. كان كم؟ كان الوجه الأول والثاني والثالث، يعني كل شوية كان يلف شيء جديد. اها اوكي. والله طيف والله كثيرين والمساحة صغيرة. سكاف والله استلمتهم. حلو حلو خلديهم كذا. يا سلام مستوى 18 حلو حلو. بدل افتح المعرض دي خليني اجيبها خليني اجيبها يا جماعة الخير. والله بان عليها رهيبة نفسي اجربها والله. اعتقد لازم الاعداء يجون عشان الا والله دي هي مرة شيء حلو. والله عجبتني المهارة. لا انا جيت من هنا اوكي. او الطريق من هنا والله ما ادري. اعتقد الا من هنا. فين ذا؟ لازم ننهي ذا. بس على فكرة خلوني اجي من الجهة الثانية. اها. كم واحد عندنا هنا؟ والله جدا قريب افعل المهارة ذيك عارفين. وكم كم قنابل كم نسيت يا سلام ابلع البخوس. حلو حلو. والله كفو والله يا جماعة تخر رهيبة. حلو حلو انزلوا لي كذا. خلونا بالسنه هذا. خلوني اقرب منه ذا. كيف اقرب منه وانهيه؟ وعندنا مهارة هنا. اوه للمدفع الرشاش. وريني كذا. والله رهيبة بس يا ساتر. بعشر الاف وثمانمية. اتوقع اللعبة فيها نظام نيو جيم بلس. اتوقع يعني بدك تلعب ومعك كل المهارات. أو كل الأسلحة. أيوه كل المهارات كمان اللي فتحت أتوقع. يا أخي بقى طل هنا أوكي. حلو حلو خذهم كذا. يا لطيف والله مرة كثيرين. خذوهم من القنابل. القنابل الرهيبة ذي. انزل انزل كذا انت. خلونا نحرقه. والله استلمني الله ياخذه. اوكي اوكي اعتقد نهايته. وش الوحش ذاك نهايته خلاص بقي لي ذا بس.
انا بس كمان اخذ النقود هذه اللي هنا. خلونا نكمل دحين مع الطريق الاساسي اللي ما ادري من فين. اعتقد من فوق. ايوه من هنا. اعتقد قربنا من البنك اللي يقولوا لي لازم توصل له. ها هذاك هو. حلو حلو مع الحبل. يا لطيف بس شوف الحفلة اللي تحت. يا ساتر استر. والله ما ادري ابدا مين. وديكم من القنابل كذا كلكم. لا والله اللي فوق لازم يموتوا والله. يا ساتر ايش الفوضى ذي. والله لازم انهي اللي فوق ذولي. ساتر والله قاعد افرش انا. يا لطيف اشدين حالهم. اوكي اوكي كفو كفو. قبل قاعد تسيلهم برا. اعتقد نهاية واحد من حقول المدافع. ونهاية الثاني. ها لا والله ما نهت ولا واحد منهم لسه متعفين والله. اوكي اوكي هذا نهيته. نرمي القنبلة بدا. لطيف والله فوضى. حلو نهاية الاول. ابشركم نهاية الاول. ونهاية الثاني. يا سلام والله كانوا كثيرين بس الحمد لله قدرنا عليهم. هذا هو البنك وصلنا له. كذا لازم ندمرها. يا حبيبي هذا في مصدر هذه كله. اوكي اوكي بس تضرب كذا الحمد لله. باقي لي الثانية بس. الثانية اوكي. والله كنت بقول الثانية ما اعتقد انها سهلة بس الحمد لله. أو بقلك ثالثة كمان. اي يا الله والله ذا اكرهه. اكيد الثالثة ما راح تكون سهلة. اها عالج نفسه. اجل خلوه خلوه. اجيله بعد ما اقتلهم. يا الله حق العنكبوت كمان.
اوكي اوكي هذا خلوا يستلموه. لازم ما يعالج نفسه. لو نهايته ذا خلاص البقية صدقوني. على طيف الفوضى. خلو خلو عجل نفسي افضل. بس لو اوصل له. اوكي كاف نهايته. حلو حلو والله كان الوضع صعب بس الحمد لله دركناه. هذا عاد النار تصير ضرر كبير. مستوى 19 حلو. Where is the third one؟ ما ادري فين الثالثة صراحة. يعني هو ما يدري. من هنا. والله ما ادري ايش اجيب صراحة معايا. 5000. والله ما ادري نفسي اجيب صراحة المهارة ذي اكون صريح معاكم. هي دي اللي ابغاها انا. ايوه دي نفسها اجيبها بس والله ب 10000 باقي لي 5 ثانية. حلو حلو دبرها الثلاثة. كي Did you really think she'd be waiting here for you? We all saw you through your father's eyes. And you're just not that important to him. Where is she? William considered you a rabid dog. He tried putting a leash on you, but you're just too wild to tame. He didn't understand. It's not anger that drives you, but the fear. You knew you could trust yourself without your father's guidance. You're just a scared little girl. Scared of change. Give up, Jesse Rentier. We've always been one step ahead of you. I know you're sharpening your teeth for the president. You want to turn him. But since I shut down your leech farm and stopped the plague, there's just not enough of you freaks to simply walk into the White House. What are you doing? No! How does she plan to do it? No! Stop! Chesterfield Opera! There's a premiere! President won't be there! Exposed! With almost no security!
changes nothing. مامون هذا جماعة الخير، مامير هذا اللي بقعد فور. Never make it in time. Watch me. والله شكله متجيد زي مامير بقعد فور. والله قلت استبله بالبداية بس شكله متجيد راح يجي معانا. Surely a bunch of her freaks protecting the show. Every bullet counts. Stay focused. We can't allow her to get to the president. Lock and load. حلو حلو واضح دي آخر مهمة. Felicity, our regards. Let's tear these fangs, sons of bitches, and you asshole. Seriously? What happened to potty mouth? Okay, okay, let's make them. Get through to the stage. Okay, let's go. تقول المسرح شيء زي كده. ساتروفي ثلاثة كمان هنا بس هذا بيموت. حلو حلو كيف نول زي كذا. ديهم من القنابل الرهيبة دي. حلو حلو كفو القنابل دي رهيبة جماعة الخير. يبقى الأخير هنا. أنا بشتكان يا السلام. قلنا اللي هنا كمان. اوه جات هنا كمان القنبلة. والله مرة شيء حلو. انا رميت هنا شوي جات هنا مرة شيء حلو. لا الاشياء دي. خلونا نركز على واحد منهم. هما كم ثلاثة ولا اثنين يا حبيبي؟ ثلاثة والله. عارفين هذا لازم يعالج نفسه. كوكب فينو. اوكي نهاية الاول ابشركم. تب 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 شكرا مركز على ذا الفكة. كتب العرج نفسه. حلو حلو معالج نفسه بشركم.
انزل لي. يا سلام نهاية اثنين، باقي لي الاخير. بقي لي ذا بس، عرفت نهايته خلاص البقية راح عليهم بسهولة كمان. حلو حلو، معالج نفسه القبلة بتنفجر. يا سلام هلا كفو. كافو يا جماعة، تأخرنا نام كله مستوى 20. يا سلام، بدي افتح المارة ذيك اللي اقول لكم ابغى افتحها. اوه 7000، لا والله لسه 10800 هي، ان شاء الله راح اجيبها باذن الله. الحين خلاص خلونا نطلع من هنا، ناخذ النقود دي اللي هنا. والله شوف، انا كان على بالي لما واجهنا ابوه انه هذه خلاص راح يكون اخر زعيم، بس الفكره لا لسه باقي. بس هنا صراحه واضح انه خلاص تقريبا اخر شيء. اتوقع راح نواجه البنت الصغيره ذيك لو تفتكروها. حلو، هذا هو المسرح اللي يقول لازم تدخله. والله القنابل دي ظبطتني تظبيط صراحة. فين القنابل دي يا جماعة؟ تخر والله ظبطتني. شوفوا شوفوا كم واحد قتل دوبي، مرة شي حلو. اتوقع راح يجون اعداء اجمد. الا والله جو الحلو، جيت بوقتك. يا سلام، هنا واحد وبقي الثاني. اي كيف كذا انت ما موت؟ قد عمات الحمد لله. حلو حلو، بقي ذا بس. اوكي ما كنت سريع بما فيه الكفاية، بس كفو قتلته. Secrets just like your father did. We cannot be stopped. We'll see about that. I
tried to make you understand. In order to build something, you need to demolish its past. Your stupid ambition took everything from me. You turned my father against me and everything he stood for. That was a fate worse than death. I'm here to make sure you won't do the same to anyone else. عارفين هي اللي حولت ابوه. ويلك والله وكاني بالام بريزنت ايفل 7 نسيت اسمها والله يخرب بيتك. والله واضح النار ها تسوي لها ضرر كبير. اي يا لطيف عنده مسكه كمان او كمان صدها والله تصديتها تجي لي كذا. والله النار ما تسوي ضرر كبير. حلو حلو مدريها من القنابل. ايش الحركة ذي؟ يا لطيف والله بتقتلني العبيطة ذي. ايوه اوكي حلو فلت منها. تاخرت اوكي. لا تقول لي بتجيب الفزعة كمان. لطيف قاعد انفرش انا. اي على طول كذا. خلو احط البندقية افضل. حسب البندقية افضل. والله لازم بسرعة والله. واضح ذي راح تلف اشياء جديدة. هذي ذا ايش قاعد تسوي؟ ترد صحت اوكي. هذي اوه اكره الحركة دي. تجيها من القنابل. تابع على طول تجي هي. اوه والله كيف طصت فيها. حلو حلو نص قوتها تقريبا. ايش قاعد تسوي؟ اوكي اوكي لغينا الضربة دي. بالله ما ادري فين. اوكي لسه بتألي فيك كمان ولا ايه؟ حلو تعتبر من القنابل. والله ما ادري ايش قاعد تالف بس واضح الحين الوجه الثالث والاخير. والله اضحك عليكم لو اقول لكم ما تفجع دي. حلو حلو شو الحركه دي؟ والله ما عجبتني. يا اخي وخر انها
chance, Jesse Ventier! والله ما ادري ما شفت اي ضرر. اوكي وخرت عنها. حلو وديتها بالقبلة. اوكي لازم اكون اسرع من كذا. تألف هذا؟ إيه كيف تجنب هذي؟ أروح من هي. فينها؟ يا سلام لهنا ها. كافر هنا ها. Situation is contained, sir. The Institute's resources were finally put to good use. It was just a matter of proper management. We couldn't allow for it to be led like a small town family business, or even worse, to be run by a woman. Sir, this man continuously abused his position of power for personal gain. His poor decisions jeopardized the whole country, and for that alone, he should be put behind bars. James. Dr. Blackwell here has shared some rather interesting information on your conduct of late. If even half of those allegations are true, I'm afraid you're done for. Mr. Rentier, your father was a great friend. Seeing your performance today, I have no doubt that his legacy is secure. I wonder, it appears we're down a Secretary of War. Ever see yourself in the Capitol, son? Oh. I ain't much behind a desk. Fair enough. Then I'll see to it that full control of the Rentier Institute is returned to you. I'm afraid only you have the necessary skills to deal with a conflict like the one we appear to be facing. We do, sir. We do. But to win this, we need to be bigger than ever. And smarter. With better protocols. And stronger lines of communication. Well, it sounds like you two have it all under control. You've got my full support in any way I can provide, son. Carte blanche, as they say. Sky's the limit. The end. النهاية. لعبة ممتعة بصراحة. لو واحد قال عبد العزيز وصف لي اللعبة ذي كانت لعبة ممتعة. خليني بس أقدم. والله ما أدري ممكن دق لي عليها كوبي رايت. شايفك كيف؟ والله زي ما توقعت في ستارت نيو جيم بلس. مرة شيء حلو. فالحمد لله جماعة الخير ختمنا لعبة إيفل ويست. لعبة كانت ممتعة. القتال كان رهيب. التنوع بالأسلحة كان رهيب. التنوع الأعداء كان رهيب. الوحوش صراحة كانوا تقريبا كم أنواعهم؟ 6-7. مرة شيء حلو. عكس سبحان الله اللعبة اللي لعبتها قبل دي اللي هي The Callisto Protocol. يعني تقريبا كان فيها كم وحش وكان فيها زعيم من عاد يمكن زي 4 مرات. أما اللعبة دي صراحة الزعماء كانوا عرفك تقريبا مختلفين. يعني في اكثر من زعيم واجهناه. يعني صراحه كانت اللعبه ممتعه والقتال كان رهيب والمراحل كانت رهيبه. ايوه والاختلاف بالمراحل
كان رهيب صراحة. السلبية الوحيدة جماعة آخر باللعبة دي إنها ليست مترجمة. لو كانت مترجمة صراحة كنت ممكن في كيف يعني راح أقول لكم يعني من أفضل الألعاب. يعني هي لعبة ممتعة والله تفهموني غلط، لعبة ممتعة بس صراحة كنت أتمنى إنها مترجمة. فالحمد لله جماعة آخر ختمناها بإذن الله. راح أبدأ بلعبة The Witcher 3 نسخة الجيل الجديد قريب، أتمنى دعمكم، أتمنى أن كنت خفيف عليكم، وإن شاء الله أشوفكم في سلسلات قادمة وفي ألعاب قادمة. كان معكم أخوكم عبد العزيز، في أمان الله.